للمزيد حول آخر التطورات في العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا بك سيد علي. يعني بداية وفي ظل تصاعد الأحداث علينا الوقوف أمام الأسباب الرئيسة التي جعلت لبنان يعيش هذا اليوم الصعب. مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي الراحبين. في الحقيقة أن الذي حصل اليوم هو عبارة عن نتائج لما حصل بالأمس، أو بالأحرى بدأ الموضوع من خلال زيارة رئيس جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا إلى المعروف باسم رئيس الارتباط إلى قصر العدل، حيث التقى قضاة المجلس الأعلى ووجه من هناك رسالة تهديد إلى القاضي البيطار، واستعمل كلمات نقبعه ولح نقبعه إذا مش بالقانون إلى آخره. وساد جدل في لبنان حول حقيقة هذه الكلمة أو هذا الكلام المنسوب لصفا، ولكن حزب الله لم ينفي هذا الكلام، والذي أكد هذا الكلام هو الإطلالة الأخيرة المتلفزة لحسن نصر الله، والتي كان فيها كلامه واضحا بخصوص التعبير عن ما وصفه بارتيابه من المحقق العدلي وأسلوب عمله. لماذا هذا الاعتراض من جانب حزب الله وحركة أمل على شخص طارق بيطار المكلف بمتابعة ملف يعني مرفأ بيروت؟ لماذا هذا الاعتراض باعتقادك؟ حقيقة هذا الاعتراض هو على طريقة يكاد المريب يكون خزوني، يعني بدون شك ما البيطار الذي يعني يحظى بسمعة قانونية وعلمية وأكاديمية ومنهجية في مسيرته القضائية، يبدو بأنه قد تمكن من تكوين كامل البازل الخاص بعملية تفجير مرفأ بيروت، وأنه قد استكمل كل عناصر هذه الرواية، وأنه أيضا هناك سرت أنباء بأنه بسبب الادعاء على قيادات محددة في حزب الله، لكن هذا الأمر لم يبدر عنه ولا عن القضاء، استشعره حزب الله فرفع من سقف هذه المواجهة مختبئا بأنه يدافع عن حلفائه وعن رئيس الحكومة السني الذي كان واجهته في الحكومة السابقة، الأمر الذي وضع البلد أمام معادلة من اثنين، أما أن يطير البيطار من منصبه كمحقق عدلي وأما أن يخرب البلد. هذه المعادلة الابتزازية التي مع الأسف الشديد يدأب عليها حسن نصر الله في كل مرة من أجل فرض إملاءاته وشروطه وضغوطه على المجتمع السياسي وعلى الدولة في لبنان. هو اليوم يريد أن يلوي عنق الدستور ويريد أن يلوي المنهجية العلمية في هذه المسائل، يرفضون التحقيق الدولي الذي طالب به كثيرون، والآن رفضوا أول محقق عدلي تحت شعار ارتياب المشروع، وهذا القاضي البيطار رفضوه أيضا تحت ذات ارتياب المشروع، ولو أنهم عينوا قاضي رابع وخامس وسادس يرفضونه تحت هذا الشعار. بمعنى آخر يبدو أنهم من خلال هذا الرفض يريدون قطع الحبل الذي يبدو وكأنه بدأ يلتف على رقبتهم وسط متابعة ورقابة دولية شديدة. سيد علي، في خطابه الأخير نصر الله يعني صرح وقال بما معناه إما أن يتنحى القاضي طارق بيطار وإما سيكون لبنان مقبلا على كارثة. هل ما حصل في هذا اليوم في لبنان مقدمة لحديث نصر الله مثلا وتطبيق عملي لما قاله في تصريحاته الأخيرة؟ بدون شك هو في إطلالته كما ذكرت لك منذ قليل، في إطلالته الأخيرة رفع مستوى التوتر السياسي والنفسي وأيضا الشعبي إلى مستويات غير مسبوقة. هو يريد أن يلوي عنق الدستور وعنق القانون، ويريد أن يفرض شروطه على الحكومة اللبنانية التي هي بالمناسبة حكومته أنا أسميتها حكومة المكريسية، أي حكومة ماكرون رئيسي. هو يريد أن يفرض على هذه الحكومة أن يضعها تحت هذا الضغط الرهيب، وعملية إزالة القاضي بيطار ليست من صلاحيات الحكومة.
في المقابل سيد علي، يعني نجد سمير جعجع وقادة آخرين يقولون بتصريحاتهم التي يعني انتشرت عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتداولتها العديد من وسائل الأنباء، قالوا إن الشارع يقابله شارع، ما يعني احتمالية وقوع حرب أهلية. هل هذا ما سعى إليه ويسعى إلى تثبيته على الأرض في لبنان نصر الله مثلا؟ أعتقد أن نصر الله كان يتوهم ويعتقد بأنه يمتلك الشارع، يتفرد ويحتكر الشارع من خلال الغوغاء التي وجدناها أثناء 17 تشرين، كيف تقتحم قيم المتظاهرين بهتاف شيعة شيعة، وهو الذي استخدم اليوم للمناسبة قبل إطلاق الرصاص في بعض الشوارع. النقطة الثانية أن حسن نصر الله يبدو كأيضا أنه يتوهم بأنه وحده من يحتكر السلاح. ما حصل اليوم شيء خطير. أنا في الحقيقة الناس كلها مرعوبة مما جرى اليوم، يذكر في الحرب الأهلية. الإشكال الذي حصل في منطقة تاريخيا هي خطوط التماس بين ما كان يعرف ببيروت الشرقية وبيروت الغربية، أي بيروت المسلمة وبيروت المسيحية. المريب والغريب في الأمر أن لا اعتراض على التظاهر السلمي، لكن خط سير المظاهرة هذه، لماذا تعمد حزب الله أن يكون داخل الأحياء المسيحية؟ هناك مجموعة من الطرق تؤدي إلى قصر العدل ينفذوا اعتصامهم دون حصول أي حساسيات مع أي طرف من الأطراف، لكنهم اختاروا هذا الأمر للقول بأننا نحن مستعدون حتى للدخول إلى بيوتكم ومنازلكم. أنا أعتقد ما أفصحت عنه اشتباكات اليوم أن لبنان الآن هو على خط فالق الحرب الأهلية الجديدة، هو على خط زلزال خطير، وهو أيضا على خط ربما فك التحالف بين ميشيل عون وحزب الله، لأن وزير حزب الله مرتضى في مجلس الوزراء بالأمس تطاول على ميشيل عون بالكلام، وطبعا تطاول عليه بالكلام وقال أنا هنا لأجل أن يطلع قرار الآن بقبع، هذا هو التعبير، بقبع وتطهير القاضي البيطار، وإلا فسنعلق مشاركتنا في الحكومة في الجلسة الوزارية، وما يعني بأنهم قد يعلقون مشاركتهم في الحكومة ككل، وهنا تصبح الحكومة فاقدة للميثاقية بغياب مكون أصيل من مكونات الشعب اللبناني هو المكون الشيعي، لأن ثنائي أمل وحزب الله هم من يحتكر تمثيل الطائفة الشيعية في السلطة في لبنان. هنا أنت أمام متناقضات ومعادلات صعبة، إما التضحية برأس البيطار وإما التضحية برأس البلد، وإما التمرد أو رفض الإذعان لحسن نصر الله وسيخرب البلد، وإما القبول بما طلبه نصر الله وعند ذاك لا داعي لوجود لا حكومة ولا رئيس جمهورية، ولينصب نصر الله نفسه حاكما منفردا على الواقع اللبناني مباشرة وليس من وراء الستار كما يفعل اليوم وبالأمس وغدا. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لك.